كيف أطيع الله تبارك وتعالى وأشكره على هذه النعمة، نعمة النطق والبيان؟ كيف أقابل هذه النعمة بالشكر؟ أقول لك أخي الحبيب، وأقول لك أيتها الفاضلة الكريمة: حفظ هذه النعمة العظيمة وهي نعمة النطق والبيان، يكون بإمساك اللسان وكفه عن الكلام الا فيما فيه خير شكر الله على هذه النعمه يكون بحفظ اللسان وامساكه وكفه عن اي كلام الا ما كان فيه خير الا ما كان من الكلام نافعا للعبد يسره ان يلقى به ربه تبارك وتعالى إذا حدثتك نفسك أيها المسلم وأيتها الفاضلة الكريمة إذا حدثتك نفسك بأن تتكلم بكلام ما أن تنطق بشيء ما فتأمل فيما تريد أن تنطق به من الكلام تدبره جيدا فإن كان ذلك الكلام تحب ان تلقى به ربك يسرك بين يدي ربك تبارك وتعالى وتفرح به فانطق وتكلم فهو خير ان شاء الله تعالى وان كان ذلك الكلام يضرك ان تلقى ربك تبارك وتعالى به لا تستطيع تستحيي ان تلقى ربك جل وعلا وقد تكلمت به ان كان الحال كذلك فامسك عليك لسانك كف عن الكلام فتكون حينئذ موفيا حق هذه النعمه شاكرا الله تبارك وتعالى عليها اذا فالحاصل ان شكر الله عز وجل على نعمه النطق والبيان انما يكون بان نمسك هذا اللسان هذا العضو الصغير والا ننطق والا نتكلم بكلام الا اذا علمنا انه يسرنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى قال جل وعلا موجها يوجه وهو يوجهنا لهذا المعنى ويرشدنا اليه قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين المتقين قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. قَنَاةُ الْأُنْسِ الفَضَائِيَّةِ وَيَحْلُو الْأُنْسِ مَعَ قَنَاةِ الْأُنْسِ